فالتنوع البيئي الله سبحانه وتعالى قدره لصالح الإنسان. الله سبحانه وتعالى سخر ما في الكون، ما في البيئة، لصالح الإنسان، لكن طالبه بحدود، أنه تتعامل معه بحدود، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يقول وخلق كل شيء بقدر. ما فيه خلق بهذه البيئة إلا له دور. حتى الحيوانات، حتى الميكروبات المجهرية التي لا تراها إلا من خلال المجهر لها دور. ولذلك دائما تحصل كوارث في إهمال هذه النقاط بالنسبة لاستدامة الموارد. وعندنا أمثلة بالمملكة، من ضمنها مثلا اللي هي مشكلة القرود، قرود البابون في جبال السروات. هذه من أين أتت؟ أتت للقضاء على عدوها الرئيسي اللي هو النمر العربي. النمر العربي إذا ما وجد قرود كان دائما يقتل صغارها وكذا، ولذلك يحد من أعدادها، فكانت أساسا لا توجد إلا في أعالي الجبال وفي أعالي الأشجار وكذا. لكنه إذا ما وجدها بدأ يأكل من صغار الماشية للمزارعين، فبدأ المزارعون يقتلونه وبدأوا يسممون المياه علشان يموت، فقضوا عليه. الآن يعتبر في حكم المهدد بالانقراض، ما يوجد بالمملكة إلا أفراد بسيطة جدا. ما الذي حدث؟ اللي حدث أنه قردة البابون بدأت تتكاثر بشكل كبير جدا، فأصبحت جيوش تغزو القرى وتعبث بالمساكن وكذا. هذا لماذا؟ هذا إهمال ناتج عن إهمال التنوع الحيوي. إهمال فائدة التنوع الحيوي في جودة الحياة للإنسان الموجود، للأجيال الموجودة. من ذلك مثلا بناء مثلا سد جازان. سد جازان أصبح ما استغلت المياه الموجودة فيه، فركد الماء، بدأت البعوض يتكاثر، فتسبب بذلك بالحمى الأخدودية، أصبحت ناقلة للأمراض وغيرها. ففي أشياء كثيرة جدا عندنا نستطيع أن نستشهد بها، لكن للوقت أريد أن أتكلم عن مسألة الهدف الثالث من أهدافها، له حماية الموارد الناضبة، الموارد غير المتجددة. عندنا حماية الموارد المتجددة وحماية الموارد غير المتجددة. الموارد المتجددة مثل النباتات، لماذا؟ لأنه إذا سقط المطر ممكن تتجدد. لكن في موارد ناضبة، بمعنى أنه ما عندك إلا هالمورد هذا، إذا انتهى. يعني مثل البترول، يعني البترول مورد ناضب، كمياته محدودة، إذا استغليته بسرعة فتفقده. إضافة لذلك عندنا مثلا المياه الجوفية، المياه الجوفية عندنا كميات رهيبة من المياه، أو كان عندنا مياه رهيبة من المياه الجوفية في طبقات كثيرة جدا. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه أهملنا هذه النقطة، أهملنا الاستدامة البيئية، فتوسعت الزراعة بشكل رهيب بالمملكة، وأصبح بزراعة القمح في سنين، يعني تقريبا من عام 1400 وما قبلها وما بعدها، بحيث أن مثلا كانت المياه الجوفية بالطبقات تهبط بمعدل 9 أمتار إلى 10 أمتار سنويا، ولم يؤثر على هذا. مثلا لو هو في أي دولة أخرى لو نزل متر أو مترين أصبحت قضية. استمر الانخفاض، وكان البيئيون، وأنا من الناس الذين كتبت عنها في رسالتي للدكتورة عام 1985، يعني 1405 هجرية، وكتبت لأنه بدلا من الأمن الغذائي نحتاج إلى الأمن المائي، لكن كان الاتجاه في ذلك الوقت نحو
تحويل الصحراء إلى جنات خضراء. لا يمكن أصلا، هذا هدف عزيز، من الممكن أن تتصور أنه ممكن يحدث في البلاد النهرية وكذا، لكن ما عندك أنت أنهار، ولذلك حافظ على كمية المياه اللي عندك، يعني تعامل مع الموارد باستدامة. ما تعاملنا مع المياه الجوفية باستدامة، اللي حصل أنه المياه الجوفية هبطت من فوار كان يخرج فوق السطح بسبعة أمتار بالقصيم، أنا سأحاسبها سبعة أمتار، يعني تحفر يطلع الماء بدون مضخات سبعة أمتار إلى تحت السطح 300 متر. شوفوا شلون الكمية الرهيبة من مياه ناضبة، ناضبة المياه مثل البترول. لماذا؟ لأنها ليست لا تعود للأمطار اللي تسقط الآن، هي سقطت في فترات سابقة عندما كانت الجزيرة العربية ذات أمطار كثيرة، يعني فيها فترات مطيرة، الجزيرة العربية مرت بفترات مطيرة، كانت الأنهار تجري، وادي الرمة مثلا بالقصيم يصل إلى البصرة، وادي السهبة يصل إلى قطر، وادي الدواسر كان يصل إلى الإمارات يصب الخليج، كلها كانت أنهار كانت تجري، وكان عندنا غابات وكان عندنا أشياء. فحفظت هذه المياه الجوفية في الطبقات الجوفية الرسوبية وبقيت مملوءة. جينا حنا في فترة 35 سنة يمكن خلصنا على 60% منها. فهذا مصدر ناضب، هذا سنسميه حنا المصدر الناضب غير المتجدد. مصدر الناضب تتعامل معه وتستخدمه بمعدل الإحلال، بمعنى مثلا إذا كانت الأمطار تسقط، إذا كان التكوين الجوفي ممكن يستفيد بعشرة بالمئة مثلا، تأخذ منه 10% فقط، ينزل أمطار 10% تحل محله. أضرب مثال بسيط لكم، مثلا يعني لو كان راتبك مثلا 5000 ريال وقررت أنت والله مثلا تبي تعيش عيشة الفنانين وغيرهم من 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 الأثرياء، وبعدين رحت مثلا لدولة من الدول وحجزت فندق 5 نجوم، وبعدين بدأت تستاجر ليموزين وتأكل في أفخم المطاعم وكذا، فراتبك هذا طار. ما هو بس هذا، حتى اللي التوفير في القضية. وخلنا نعدل المثل هذا بصورة أفضل، لو مثلا جاك مبلغ 100,000 ريال، 100,000 ما شاء الله، يعني دخلت في مسابقة ولا شيء، المهم اللي أمك دعت لك ولا شيء، المهم جاك 100,000، لكن راتب كم؟ 5,000 ريال. أنت ظنيت أنه هالـ100,000 هذه أنه خلاص أصبحت مثل مثلا بيل جيتس ولا غيره، فقلت والله خلاص أول شيء أبشري سيارة ممتازة، أبى أروح أسافر وكذا. طيب كم تصرف؟ نفرض مثلا أنه صرفت، بدأت تصرف بالشهر 30,000، صرفت من هالـ100,000 كم؟ 30,000، ولكن دخلك كم؟ 5,000. الشهر الثاني تصرف 30,000، الشهر اللي بعده 30,000، خلصت. فلذلك لذلك هذه مسألة الموارد الناضبة لازم تتعامل معها بمقدار الإحلال، إنه ما ينتهي هذا المورد، وتستغله بمعدل الإحلال الذي سيأتي إليه.